من كان يتوقع أن تسيطر الدبكة الفلسطينية وأن يرفع العلم الفلسطيني على أجواء تتويج الفائزين ببطولة كأس أوروبا للكونغفو؟ هذا ما حدث خلال شهر ديسمبر الماضي حينما رفع بطل أوروبا للكونغفو نجم الدين أربكان العلم الفلسطيني ورقص الدبكة الفلسطينية أثناء تتويجه بطلا لأوروبا. لكن ما قام به نجم الدين ربما يؤدي إلى سحب البطولة منه، حيث فتحت الفيدرالية الأوروبية تحقيقا في الحادث وقالت إنها تدرس سحب البطولة من نجم الدين أربكان. سنسأل نجم الدين عن دوافعه لرفع العلم وكذلك عن ما يتوقعه من عقبات وآثار تطاله بعد رفعه العلم الفلسطيني أثناء تتويجه بطلا لأوروبا للكونغفو. الجزيرة مباشرة حوش جالدنس. هل خططت للاحتفال بهذه الطريقة؟ بالطبع قمت بإخفاء العلم داخل سترتي قبل الصعود إلى منصة التتويج. كنت أتوقع أنهم لن يسمحوا بالاحتفال بهذه الطريقة. كنت أعلم أنهم سيمنعونني وقد يفتحون تحقيقا ضدي وقد يعاقبونني. مع ذلك توقعت ربما يكون لديهم قليلا من الرحمة والضمير ولا يفعلون شيئا كهذا ويدعمونني. كنت حسن النية. للأسف لم يكن الأمر كذلك. مباشرة فتحوا تحقيقا وأعلنوا عنه بعد عدة أشهر، وكما قلت صعدت إلى المنصة متوقعا ما سيفعلون. البطولة ليست مهمة مقارنة بقتل الأطفال الصغار والنساء والمدنيين الأبرياء في فلسطين. إنهم يناضلون بقوة وثبات، إنهم يفعلون ما يفوق ما فعلت بملايين المرات بل مليارات المرات. لذلك لا يصح أن أفكر في مستقبل المهني أو الأموال أو الميداليات. الله سيحاسبني إن فعلت هذا، هذا مؤكد. كانت هناك فرصة أمامي لنصرتهم، إن لم أستغلها كيف سيكون موقفي عندما يحاسبني الله؟ لا أستطيع خذلانهم، لا أستطيع الدخول في هذه المجازفة. مع من تحدثت قبل أن تقوم بهذا الفعل على منصة التتويج؟ هل استشرت الوالد، الوالدة؟ هل استشرت أحد من أصدقائك قبل أن تقوم بهذا الفعل؟ بالطبع قلت لبعض أصدقائي، خاصة للطالب الذي كان بجواري على المنصة، أقصد زميلي وهو من مدينة إسكاريا، قلت له إنني سأفعل شيئا من هذا القبيل. قلت لوالدي ووالدتي من قبل لأنهم كانوا يعرفون، لأننا بالفعل في بداية المسابقة قبل حتى أن تبدأ مراسم تسليم الميداليات وقبل المنافسات كنا نرفع علم فلسطين عند دخول الفرق إلى القاعة ونشغل الأناشيد. كانوا يعرفون هذا الأمر، كانوا يعرفون أننا سنقوم بمثل هذا الاحتجاج. أخبرت والدي، قلت لوالدي إنني سأرفع العلم وقال لي افعل ما تراه صحيحا. قلت أفعل بإذن الله وفعلت. والدي وأستاذنا نجم الدين أربكان هم قدوتي، هم من علموني كيف أكون مستقيما بهذه الطريقة. إذا كنا أصحاب قضية فلا يهم ما الثمن الذي ندفعه في نصرتها، لأننا لا ننظر إلى مكاسبنا في الدنيا إذن بل في الآخرة. فلا يهم أبدا الأموال التي سنكسبها في الدنيا، الأهم هو الفوز في الآخرة. علينا أن نولي أهمية للفوز في الآخرة، لأن والدي والأستاذ أربكان علموني أن القيمة الحقيقية لا تكون في الميداليات ولا في الأموال. في النهاية لم يكن ما فعلته هناك كبيرا جدا أو مهما للغاية، لأن الأطفال الصغار في فلسطين يقومون بجهود وتضحيات أضعاف ما قدمته. الكثير من الرياضيين والمعلقين والساسة يقولون أنه ينبغي أن نفصل السياسة عن الرياضة، وأنه لا ينبغي أن نسمح للرياضيين بأن يرفعوا قضايا سياسية في ملاعب كرة القدم، لأنه ربما يؤدي هذا إلى احتجاجات داخل ملاعب كرة القدم وداخل المحافل الرياضية. أنت رفعت العلم الفلسطيني في محفل دولي، كيف ترد على هؤلاء؟ يا bunun tamamen palavra olduğunu düşünüyorum. أعتقد أن هذا كلام فارغ. لو كنت رفعت علم أوكرانيا ماذا كان سيحدث؟ أو إذا رفعت علم المثليين ماذا كان سيحدث؟ أقسم بالله كانت ستتاح لي عروض رعاية في كل مكان، إضافة لذلك كانوا سيمنحونني ميداليتين إضافيتين وكانوا سيقولون لي أنت بطلنا الحقيقي. يعني لا يوجد سياسة في هذه الرياضة إلا عندما نقول الحقيقة، فقط عندما نصرخ بالحق يمنع السياسة.
كل هذا هراء، لأن محمد علي في وقته أكبر مثال على ذلك. ماذا قال؟ لأنه انتقد الحروب الأيديولوجية التي قامت بها أمريكا، ألغيت رخصته. قال: أنتم تفعلون خطأ وأنا لن أتراجع عن هذا الطريق أبدا. ذهب وألقى ميدالياته في النهر، وإذا تطلبت الضرورة فسأذهب وألقي إحدى ميدالياتي في نهر الفرات والأخرى في نهر دجلة. تعلم نجم الدين، لست الوحيد الذي تضامن مع فلسطين أثناء تتويجه في منصة عالمية. هذا الفعل يستشري حول العالم، كثير من الرياضيين فعلوه. ما رأيك في تزايد هذا الفعل حول العالم، وهل ألهمتك مثل هذه الفعاليات؟ dünyadaki diğer sporcular da tabii şimdilerde ben بالطبع هناك الكثير من الرياضيين الآخرين في العالم أخذوا مواقف مشابهة، جزاهم الله خيرا، ولكن هذا الاحتجاج من بنات أفكاري، لم أستلهم مما فعلوا. كما قلت، لم أخطط الأمر تماما، يعني لم أنوي فعل هذا عندما ذهبت إلى البطولة. كانت ردة فعل مباشرة على التهديدات وعلى ما يفعلون في فلسطين، ولذلك فعلت ما فعلت. في الواقع استلهمت شيئا من موقف محمد علي الملاكم الأمريكي في ذلك الوقت، لأنه كما فعلت أنا قام بتجاهل البطولات وتبنى موقفا مماثلا. أردت أن أظهر نفس الموقف وليحدث ما يحدث بعد ذلك. حينما رفعت العلم الفلسطيني على منصة التتويج، نحن نشرنا هذا الفيديو على الجزيرة مباشر، والكثيرون تفاعلوا معه، وبعضهم من قطاع غزة، بعضهم تفاعل مع هذا الفعل. كيف رأيت تفاعل أهالي قطاع غزة مع التضامن الذي قمت به؟ أن تعطي أملا للناس هناك شرف كبير بالنسبة لي. حقا كنت فخورا جدا بنفسي، لكن من جهة أخرى قلبي يخبرني أنت لم تقدم سوى جزء ضئيل لا شيء يذكر مقارنة بالمعركة التي يخوضونها هناك. بالنسبة لي على الأقل قمت بما يمكنني فعله، وقلت لنفسي يجب أن أفعل ذلك وفعلت. إذا كان بإمكاني فعل المزيد لكنت فعلت أيضا، وإذا وجدت فرصة للقيام بالمزيد فسأفعل ذلك مرة أخرى بإذن الله. رد فعل الناس هنا يمنحني فخرا إضافيا. سنفوز بإذن الله في هذه الحرب، وهنا أريد أن أقول الشيء: فلسطين حرة من النهر إلى البحر. لا يوجد حل بنظام الدولتين، لأنه لا توجد دولتان هناك، هناك دولة واحدة فقط، لا توجد دولة تدعى إسرائيل، هناك دولة واحدة فقط وهي فلسطين. تقول أنك تابعت هذه الحرب من اليوم الأول، وهذه الحرب متعددة المشاهد، كثير جرت فيها الكثير من الأحداث. ما هو المشهد الذي لن ينساه نجم الدين؟ ما هو المشهد الذي ألهمك كي تقوم بالتضامن مع فلسطين؟ يا طبيعي بيشوك بالطبع العديد من المشاهد أثرت في بشكل كبير، لأن هناك إبادة جماعية، بيوت الناس تهدم على رؤوسهم. لقد رأينا كيف ما نسميه القانون الدولي هو عبارة عن كلام فارغ. رأينا أنه لا ينطبق على إسرائيل أبدا. رأينا أن كل ما يكتبون هو كذب. المشاهد التي نراها تحرق قلوبنا. تأثرت بشدة بموقف الطفلة ريم عندما قبل جدها عينيها. هناك الكثير من التسليم في هذا الموقف. إنها فعلا مأساة كبيرة. عدم قدرتنا على مساعدة الناس هناك بالتأكيد يؤلمني. أعتقد أنه يجب علينا الذهاب هناك، لكننا لا نستطيع، ليس لدينا شيء آخر نستطيع القيام به. أنا غاضب وحزين لأننا غير قادرين على فعل شيء، بينما يتم ارتكاب مثل هذه الإبادة الجماعية أمام أعيننا. إخوتنا يموتون، يتم قتلهم. نكتفي بالنظر إلى الصور والحزن عليها. هذا الشعور بالعجز يثير غضبي بشكل كبير. إذا قيل لنا أننا جبناء فإن ذلك صحيح. لا يمكنني أن أقول شيئا آخر. لا أعتقد أن لدي الحق في قول شيء آخر. أنت لا تزال في بداية العشرينات من عمرك. البعض يقول أنه ربما يهدد هذا الفعل مستقبلك الرياضي، ربما تخسر فيه الكثير. كيف ترد على هؤلاء؟ في الواقع لم أقدم شيء، لقد قدمت القليل فقط، وبإذن الله سيعوضني الله. لقد فعلت ما في وسعي لأكون صوت الأبرياء. سأرحل عن هذا العالم، وأتمنى أن أكون كسبت رضا الله. ربما أفسدت مستقبلي بهذا الفعل، ولكن لا يهم، ليس مهما على الإطلاق أن ينتهي مستقبلي الرياضي أو أن تؤخذ مني ميدالياتي. الناس في غزة يواجهون بصدورهم الرصاص،
ليس لدي وقت لأفكر في مثل هذه الأشياء، لا يمكنني فعل ذلك، سيحاسبني الله. الجزيرة مباشرة، هوش جالدنس.